خلينا بقى نروح بعد كده اللفتة إنسانية كانت جميلة جدا جدا، مفيش حد ما اتكلمش عنها بشكل جميل وإيجابي امبارح حقيقي، لما رحنا وتابعنا المشهد اللي كان في النادي الأهلي واتجاه أحد أطفال ذوي الهمم هناك، وهو تحديدا يعني صاحب القدم المبتورة اسمه عمر، الطفل عمر حضراتكم أكيد عارفينه، كان في استقباله امبارح، وهو من عشاق على فكرة النادي الأهلي، هو بيعشق النادي الأهلي، وهو زار قبل كده النادي كذا مرة، لكن هو زار بقى امبارح تحديدا كان بعد ما عمل يا كريم عملية ناجحة الحمد لله وركب أطراف صناعية، وكان في استقباله النائب محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة، وأخده في جولة لملعب التتش واحتفل بيه عدد كبير كمان من اللعيبة زي ما حضراتكم شايفين، جميل. كان سعد سمير، كهربا، حسين الشحات، وأخده صور كمان معاه محمد شريف، يعني لقطة كانت حلوة ولقطة إنسانية وهو ده اللي احنا دايما متعودين عليه، يعني عشاق النادي الاهلي في كل مكان، وحلو ان انت تاخد كمان يعني طفل من ذوي الهمم، وبص ابسط لمسه انسانيه ابتسامه بتفرق بشكل كبير جدا، ما بالك امبارح المشهد ده بجد يعني حاجه محترمه، متخيله فرحه الطفل نفسه وفرحه اهله وهم شايفين انهم فرحان، وهتاثر في مستقبله ازاي، يعني دي ليها تبعات تانيه يعني.